أسفرت العاصفة المطرية التي ضربت شمال غرب سوريا عن تضرر مركز إيواء الجينة الذي تقطنه 150 عائلة من متضرري الزلزال المدمر، مما زاد من معاناة هذه العوائل التي تناشد ضرورة تأمينها بمكان أفضل خوفا من تكرار العاصفة. يعني ما بقى نعرف وين نروح بالبلاد، وين نروح بالاغراض، وين يعني ما بقى بدي احكي لك. معاناه فعلا شديده، يعني طلعنا من الزلزال، هربنا من البيوت، يعني تصدعت بالمره، يعني ما بقى تنسكن وكذا، جي نجي لهون مش ملجا نرجع نطوف. اي والله مشكله، يعني المطلوب انه يحسنونا وضعنا، مثلا يا اما مثلا كتله، يا اما يزبطونا، يعني مشكله هيك. هلا اذا رجع اجى المنخفض ما استفدنا شيء، اجى الدفاع المدني جرف هالمي بس، وبعدين ما مشكله. يعني نحن متهجرين من الزلزال اللي صار اليوم. انا اول الناس متضرر بالزلزال، بيتي وقع وطلعت انا وعيالي وجينا على مراكز الايواء على اساس انه هون مراكز امنه. امبارحه بالعاصفه اللي صارت غرقنا، طلعنا ما بنعرف وين راحوا الاولاد ولا النساء ولا الكبار بالسن. صرنا نقوم نظبط الخيام، ما بنحسين الخيام ما بدها تطير. اجوا دقينا للدفاع المدني الله يبارك فيهم، اجوا لهون يعني جرفونا شوي، ساعدونا خفت شوي المي. طيب بس هذا اليوم موحل، يعني هلا في عاصفه الاخر، نحن وين نروح في حالنا؟ زبطونا مثلا مراكز امنه مثل كتل، او يزبطونا موضوع الخيمه اكثر من هيك. الله يبارك فيكم ويعطيكم الف عافيه. والله امبارحة كنا باركين، لا علمنا ولا خبرنا، باركين بأمان الله، ما لا اجتنا المطار وصار السيول صارت تحتنا، طفنا كلنا بالخيام من فرشنا لأغراضنا، أولادنا حطينا هنا عند الجيرين، احترنا وين بدنا نروح فيهم. ما بعرف ايش بدي احكي لك، يعني طلعنا من الزلزال، اجانا الحمد لله هالأمطار، كله هذا ابتلاء من عند رب العالمين. بس بقى لازم نصبر وإن شاء الله هيك الله يقدرنا، يعني نتحمل نصبر على هالشي ويقدركن على فعل الخير. بدنا عوازل، بدنا يعني بالليل امبارحه نزلت هالامطار وما في لا اناره لا شيء، عم نلمس تلميس حتى نشيل اغراضنا من هالميات ونلملم اولادنا واغراضنا. فيا ريت اناره، عوازل، نشوف شو تنظروا بوضعنا، تشوفوا يعني ايش الحل لهالوضع. والله يعطيكم الف عافيه ويجزاكم الف خير. أضرار كبيرة لحقت بمخيم العين في منطقة عدوان في ريف إدلب الغربي بعد العاصفة المطرية التي ضربت المنطقة، حيث غمرت مياه الأمطار معظم الخيام وأصبحت غير صالحة للسكن، فيما تشرد مئات الأهالي من المخيم وأصبحوا من دون مأوى. من 3 ساعات ونصف أمطار غزيرة وسيول جرفت المخيم وغمرت الخيم بالكامل. ما كان حدا حاسب لأي حساب أو أي إنسان متوقعين أنه هل غزارة الأمطار اللي تجينا. الناس خرجت بأنفسها بروحها، اللي عنده ولد اللي عنده بنت أخرجوا فقط، ما بيعرف وين، إلى أماكن بس مرتفع عن أنه يكون ما تغمره المي هو وأولاده. وحسبنا الله ونعم الوكيل. الناس بالعراء اليوم نامت بهلا حالات، اللي بيعرف حدا اللي كذا راح لعنده، واللي ما راح بينام عند جاره، اللي ما غمرته المي. طبعا المخيم بالكامل تم غمره، اكثر من 100 عيله او ما بعرف شغل بالعدد بالضبط تم غمره بالماء، والناس حالتها الله بيكون بالعون. أخ الكريم، من شي نصف 3 ساعات بالوقت أخيو إجان انزحام أمطارا شديدة في مخيم عدوان، والناس طلعت بألباسها فقط، والله جاب لنا الدفاع المدني أنقذ هالناس بأرواحها. لحد الآن بنعرف بكرة أول يوم وين بدنا ننام، ما بنعرف، اللي طرحت على المدارس راحت، واللي عنده آلية أو كذا نام فيها فقط. لحد الآن الناس الله يكون بالعون بأرواحها.
اليوم العصر اجانا مطر وسيل قوي كثير، ومخيم عدوان صاير في جوره، وسيل جرف البيوت والخيم. الحمد لله العالم ما تضررت يعني جسديا، بس المضره ماليه. لو انه جاء يعني هالعاصفه جايه بالليل او غيره كان صار في مضره بشريه كبيره. وجايين على شهر رمضان، والعالم لازم تلقوا لها مكان مناسب غير هالمكان هذا. سحب الدفاع المدني سيارات كادت تجرفها السيول في منطقة عين شيب بريف إدلب الغربي بعد أمطار غزيرة شهدتها المنطقة الليلة الماضية. قال الدفاع المدني إن فرقه استجابت لمخيم لإيواء منكوبي الزلزال في مخيمات كفر تخارين بريف إدلب بفتح قنوات لتصريف مياه الأمطار والسيول والتي تشكلت من جراء العاصفة المطرية. آلاف الأمتار من الأراضي الزراعية في منطقة سهل الروج تضررت بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة إدلب، والتي تسببت بفيضان وسيول على الأراضي الزراعية وتضرر قسم كبير من الأراضي الزراعية، خاصة محصول الأنفاق من الخيار والكوسة، في ظل مناشدات يطلقها المزارعون للنظر في حالهم. اجانا السيل على فجأة وما توقعنا شيء، يعني اجانا سيل جارف عارم، جرف الاراضي الزراعية وكل شيء قدامه جرفه، مواتير مي، بيوت، محلات، وصل على الاراضي الزراعية على الانفاق، ما خلى الاراضي هاي كلها هيك، كلها خراطيم سقي، كله شاله طريقه، ما خلى شيء. تضرر يعني اقل مزارع تضرر له ب 2000 3000 دولار من كله، عاملين تغطيه وعاملين انفاق، كله جرفوا خالص، مشات البندوره كله هذا شالوه، ما خلى شيء، خس، حنطه، كله شال، جرفوا بطريقه وظل ماشي. حتى البيوت ضررت، ولا شو اسمه، في عندنا مولدات كهرباء كمان سحبها، ما خلى شيء قدامه، ونحن على فجاه ما شفنا الا الله سبحانه وتعالى اجانا هالسيل. دمر الحيطان وفي بيوت يعني ضررت، في حيطان ضررت، والأراضي الزراعية أخي ما في شيء قدامه إلا راح خالص. يوم مشت المي اجت على أنفاق الزراعية مثل الخيار والكوسة والفاصلية والخس والمشات اللي زرع عالم فليف وكذا، أضرار لا تحدث، يعني شيء لا ينوصف، يعني شغلة لله الامر. واجت العالم على الانفاق وشوفت عينك، يعني طلع عليها بيوت هنغاريه وخسائر
كبيرة يعني، خسائر كبيرة يعني، اليوم عنده خسائر كبيرة يعني، ما ظل عنده شيء واحد يعني يتعوض مثل قبل. أنت الزرع من شيء شهرين أو ثلاث متعذب فيه، والحزم متأمل إنك يجيك موسمك، يعني في عالم متأمل الموسم، الكوسة يعني 10 أيام إنه بتلحق، هاي العوض بسلامتك. حصيلة انضرت يعني أرضنا مثل ما يقولوا ما حسينا ودرينا إلا أجانا الموش، سبحان الله فجأة. انضرت أنا داري انضرت، تعبت مي، عندي خس، كوسة، بيت أخوي حمطة، أولاد يتامى كمان، راحت كلياتها، يعني كلها جرف الموش. وسبحان الله أرضنا هون زراعية يعني مثل ما يقولوا معروفة من يعني نحن مزارعين، كلها بالدين، أكثرنا بالدين عم نجيب بضاعتنا. سبحان الله وأجانا هالموش يعني ما خلانا شيء. ونطلب من المنظمات والحكومة إنه تساعدنا، يعني تطلع علينا، تيجي تشوف الأضرار بنفسها يعني بعينها. راحت عنا الأنفاق، راح المحاصيل الزراعية، خس، خراطيم، تنقيط، كله راح. الزرع راح، البيوت فتت علي المي، هذا صار عنا. وأضرار كله بالدين، يعني كل ياتي مشترين بالدين، ما في إنسان اللي متدين لحتى بيجي بيحط على الأرض وبيصرف علي. ولمناقشة تفاصيل هذا الموضوع رحب بإبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا معنا من مخيمات باريشة، أيضا هادي طاطين مراسل تلفزيون سوريا من جنديرس، وأرحب بضيفي أحمد يازجي عضو مجلس إدارة الدفاع المدني من إدلب. أهلا بكم. بداية أبدأ معك إبراهيم، لو ترصد لنا كيف يبدو واقع الأهالي داخل المخيمات التي تضررت جراء العاصفة المطرية والتي اجتاحت المنطقة، وكم بلغت حتى الآن حصيلة الأضرار البشرية والمادية أيضا التي خلفتها العاصفة؟ تفضل. نعم، بداية مساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة يعني ديما العاصفة المطرية التي ضربت يعني يوم أو مساء أمس تحديدا تقريبا استمرت لقرابة 4 ساعات من الأمطار الغزيرة. هذه الأمطار الغزيرة أدت يعني في بدايتها إلى طبعا أضرار كانت في بداية الأمر جزئية، لكن فيما بعد يعني مع استمرار هذه الأمطار أصبحت الأضرار يعني كبيرة جدا، تنوعت الأضرار ما بين عدة مناطق، لكن المناطق التي كانت الأكثر عرضة يعني للسيول وللأمطار الغزيرة كانت هي منطقة ريف إدلب الغربي تحديدا، نتحدث عن منطقة جسر الشغور ومنطقة حتى سهل الروج. يعني اليوم كنا نتواجد في منطقة يعني سهل الروج، رأينا الكثير من الخيام التي جرفتها السيول بسبب يعني هذه الطبيعة المنخفضة، يعني هي بالأساس سهل منخفض في تلك المنطقة في مناطق ريف إدلب الغربي، هناك الكثير من المرتفعات الجبلية طبعا بجانبها، فأدت هذه الأمطار إلى طبعا جرف عدد أيضا من التربة، فكانت الأضرار تنوعت في منطقة المخيمات. أكثر تقريبا من حوالي 200 عائلة تضررت في مخيم عدوان تحديدا، هذا المخيم الذي زرناه في تلك المنطقة. كانت فرق الدفاع المدني يعني تحاول جاهدة إبعاد المياه من تلك المنطقة، لكن المياه كانت يعني منخفضة نوعا ما. المخيم بشكل عام هو ذات منطقة جغرافية منخفض، فكانت محاولة تصريف قنوات يعني أو تصريف المياه عبر قنوات كانت يعني لا غير جادية، غير يعني لا تستطيع الفرق كانت في ذلك الوقت، فتم سحب هذه المياه وتحاول يعني الفرق في تلك المكان، هذا بحسب ما شاهدناه هناك. أيضا يعني كانت هناك مخيمات أخرى على الحدود السورية التركية كانت لها الأضرار ذاتها، لكن تنوعت الأضرار كما قلت لك. لكن المخيمات أو التجمعات التي كانت الأكثر أيضا عرضة للأمطار كانت هي التي أقيمت بشكل يعني سريع وبشكل حديث، أتحدث عن متضرري الزلزال وعن مراكز الإيواء. يعني بحسب منسقو الاستجابة تقريبا أكثر من 1000 خيمة تضررت، هناك أكثر من حوالي يعني 700 خيمة تضررت أو 600 خيمة تضررت بشكل كلي. أيضا يعني فرق الدفاع المدني التي استجابت له وحسب الأرقام التي اطلعنا عليها تقريبا أكثر من 40 مخيما وفرق، ويعني هذا التي استجابت له فرق الدفاع المدني، لكن هناك أيضا أضرار أكبر من ذلك بحسب منسقو الاستجابة، تحدثت عن قرابة يعني 60 مخيما أكثر، يعني المخيمات كانت هي في منطقة إدلب تحديدا، هذه المنطقة بحسب التي طيب يتواجد هذه بها مئات الخيمات. الإحصائيات والمخيمات التي تضررت من جراء هذه العاصفة، هل تم نقل ماذا عن الأهالي؟ هل تم نقل الأهالي إلى مراكز أخرى، مراكز إيواء أخرى أو مناطق أخرى حتى؟
نعم بالفعل ديما هذا ما تم، يعني المخيمات التي كانت الأكثر يعني تضررا تم نقل هذه الأسر باتجاه مراكز يعني أقل تضررا، وأتحدث هنا عن تحديدا منطقة سهل الروج أو مخيم عدوان التي كنت أتحدث عنه، كانت نقل هذه الأسر إلى قرية عدوان، إلى المساجد، إلى المدارس القريبة من هناك. أيضا كانت هناك استجابة إنسانية من قبل أحد المنظمات، كنت سأنوه لهذا الأمر، يعني أثناء تواجدنا هناك عند يعني تقريبا العصر تقريبا حوالي يعني الساعة الرابعة أو حوالي الساعة الثالثة ونصف تقريبا، استجابت أحد المنظمات العاملة يعني هنا في منطقة يدلب وقامت بتوزيع يعني الأغطية، توزيع البطانيات، لأن أمتعة الأهالي يعني الخاصة تقريبا بشكل يعني 90% من هذه الأمتعة هي تضررت جراء يعني هذه الأمطار، وبالتالي خرجت هذه القيام عن الخدمة، خاصة نتحدث ديما عن قيام هي بالأساس قيام يعني شبه خارجة عن الخدمة، ما هذه القيام لم يتم استبدالها في أغلب المخيمات منذ تقريبا حوالي أكثر من 4 سنوات، العمر الافتراضي لها بحسب منسق الاستجابة انتهى، وبالتالي اليوم أي عوامل جوية يعني تأتي على المنطقة سواء كانت أمطار أو حتى صيف حرارة الصيف تخرج هذه المخيمات عن الخدمة بالتالي. طيب سأعود إليك إبراهيم، دعني أن أنتقل إلى جنديرس ومعنا مرحبا بك هادي طاطين مجددا، يعني حدثنا كيف يبدو الوضع، على ما يبدو بأن جنديرس من هي أقل ضرر من باقي المناطق الأخرى التي تضررت بفعل العاصفة، كيف يبدو الوضع لديك، صفنا المشهد. صحيح ديما، ليس فقط جنديرس وإنما مناطق ريف حلب الشمالي أو منطقة عفرين كانت هي أقل ضرر من مناطق ريف إدلب الشمالي أو ريف إدلب الغربي. هذا الأمر صراحة يعود يعني ليس لهذه المرة وليس لهذه العاصفة فقط، وإنما طبيعة الأراضي أو طبيعة المناطق الموجود فيها المخيمات في ريف إدلب الشمالي والغربي مختلفة عن منطقة عفرين والأراضي أو الأماكن التي تواجد فيها المخيمات، وهي لم تكن أساسا يعني بأعداد كبيرة في منطقة عفرين، يعني لم تنتشر المخيمات بهذا الشكل الكبير إلا بعد الزلزال، وهذه المخيمات التي تم إنشاؤها بفترة الزلزال أغلبها تم إنشاؤها ضمن مراكز أو في أماكن عامة أو في ساحات أو في مدارس أو في طرقات معبدة، بالتالي تكون يعني أضرارها من ناحية هطل الأمطار أو السيول هي أقل. المرتفعات الجبلية هي التي تتشكل فيها السيول أو المناطق الجبلية، وهذه المناطق بالغالب لا يتواجد فيها مخيمات بشكل كبير. في مدينة جنديرس هناك العديد من الخيام، ولكن هذه الخيام موجودة في مقابل البيوت المتهدمة أو المتهدمة جزئيا أو كليا لأصحاب هذه البيوت، يقيمونها على طرف الطريق، ولم تكن يعني مراكز المدن، مراكز مدن عفرين وجنديرس وهذه المدن لم تشهد هطولات كبيرة، ربما على المرتفعات الجبلية كانت الهطل بشكل أكبر بكثير وتشكل السيول، ولكنها ضمن الأراضي الزراعية وفي الأحراش وفي الغابات هذه لا تشكل أضرار كبيرة، ولكن المخيمات الموجودة على أراضي زراعية مباشرة حتى عند الهطل الخفيف للأمطار وليس العواصف تتشكل الأوحال، وربما هذا يعني من خلال ما رصناه هذا هو الضرر الأبرز الواضح هنا في المنطقة، لا يوجد هناك يعني مخيم بعينه تم يعني تسجيل أضرار كبيرة فيه، هناك يعني الخيام المتهالكة أو الخيام التي لا تكون مثبتة بشكل جيد أو القريبة ربما من 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 مجرى مياه يعني تسلكه مياه الأمطار يكون متضررة بشكل أكبر، ولكن لم نرصد آثار كبيرة على مخيم بعينه، هناك خيام متفرقة بمختلف المخيمات تتعرض لأضرار متفاوتة بين دخول الأمطار أو المياه إليها أو يعني تمزق ربما للعوازل، عند هذا الحد كان الأمر، ولكن الضرر الأبرز والواضح الذي يمكن مشاهدته في المخيمات الموجودة في الأراضي الزراعية هو تشكل الأوحال وصعوبة الوصول يعني أو صعوبة المرور ضمن هذه الخيام بفعل تشكل الأوحال. نعم سأنتقل إلى ضيفي أحمد يازجي، مرحبا بك مجددا. سيد أحمد حدثنا عن الوضع بشكل عام، كيف راقبتم الوضع حتى الآن وكيف تبدو استجابة فرق الدفاع المدني للعاصفة التي ضربت شمال غرب سوريا؟ تفضل. منذ حدوث العاصفة من مساء الأمس وحتى ساعات الصباح أدت هذه العاصفة إلى سيول جارفة، تضررت حوالي 40 مخيم تضرر جراء هذه السيول الجارفة، بالإضافة لتضرر 650 خيمة تضررت بشكل كامل، هنالك بعض الطرق التي أغلقت جراء هذه السيول، بالإضافة لانهيارات ترابية أدت أيضا إلى إغلاق بعض الطرق، هنالك أيضا كان عدة حوادث نتجت خلال هذه الاندرافات. استجابت فرق الدفاع المدني منذ
حدوث هذا حدوث تلك العاصفة إلى المخيمات، وخصوصا المخيمات التي أنشئت حديثا لمنكوبي الزلزال، لأن هذه المخيمات ذات طابع عشوائي وبنيت على أراضي زراعية وليست صالحة لإنشاء مخيمات تكون مخيمات إيواء. لذلك كانت هنالك عدة استجابات وعدة نداءات من تلك المخيمات، بالإضافة أن هنالك بعض الحوادث التي أيضا نتجت جراء هذه العاصفة. طيب، هل رصدتم حصيلة لعدد الضحايا وأيضا الإصابات التي خلفتها العاصفة؟ هنالك إصابة طفل طفيفة حدثت في المخيمات، وفي مخيم هو مخيم للإيواء من لمنكوبي الزلزال، هنالك أيضا إصابات خلال الحوادث، ولكن هذه الإصابات كانت طفيفة. عملت فرقنا على فتح أيضا الطرقات التي أغلقتها تلك السيول الجارفة، بالإضافة لإيصال بعض المصابين إلى المشافي. أيضا عملنا على فتح على سحب السيارات التي كانت حالك خلال هذا السيل، بالإضافة كان هنالك عدة أعمال في المخيمات، منها فتح قنوات للصرف لصرف المياه وإنشاء سواتر ترابية، ولكن بعض المخيمات كانت ذات طابع وحل كثير، لذلك كان من الصعب أن يكون هنالك تصريف للمياه. عملنا على عمليات شفط للمياه من تلك المخيمات لكي يتمكن قاطنيها من سحب احتياجاتهم، بالإضافة كان هنالك أيضا اليوم صباحا شفط للمياه من المنازل أيضا التي دخلت إليها المياه وتلك السيارة. يعني للتوضيح أكثر، تمكنتم من الوصول إلى جميع المناطق المتضررة من مخيمات وفتح للطرقات المقطوعة من جراء السيول والأمطار؟ بالضبط، خلال اليومين السابقين الذي رافق الماضيين كان هنالك تحذيرات من الأرصاد الجوية عن حدوث أمطار غزيرة في مناطق شمال غرب سوريا، لذلك أخذنا هذا التحذيرات على محمل الجد. كان هنالك استنفارات كاملة لكوادر الدفاع المدني العاملة في شمال غرب سوريا، بالإضافة للآليات والإضافة إلى المعدات التي تمكننا من مساعدة المدنيين، لذلك كانت هنالك وصول لجميع المتضررين في شمال غرب سوريا. عملنا بكامل طاقاتنا، استنفار كان إلى ساعات الصباح الأولى، كان الاستنفار من كوادر الدفاع المدني. عملنا على أيضا على بعض إيصال أيضا مياه الشرب لبعض مخيمات الإيواء الذي كانت أيضا تعاني خلال هذه السيول، حيث أن مياه الشرب الواصلة إليها قد تدمرت جراء هذه السيول، لذلك عملنا أيضا على إيصال مياه الشرب الصالحة للشرب. كما يعلم الجميع أن الأوضاع أيضا الصحية في شمال غرب سوريا تعاني من تفشي مرض الكوليرا، لذلك أخذنا بعين الاعتبار إيصال مياه الصالحة للشرب إلى تلك المخيمات، ولكن الوضع إلى حد هذه اللحظة هو وضع مأساوي. يوجد المخيمات الآن، بعض المخيمات أصبحت غير صالحة للسكن بشكل كبير. عملنا على إيصال بعض العوائل من المخيمات التي تضررت إلى بعض مخيمات أخرى. كانت بالأمس هنالك عاصفة هوائية التي حصلت في 6 آذار، لذلك الناس كانت تقطن في الجبال، في مخيمات الجبال قد سكنت في مخيمات في السهول، لذلك مع تلك العاصفة المطرية قد هنالك بعض العوائل عادت إلى المخيمات التي هي في الجبال، لذلك نحذر أهلنا مع التحذيرات التي تلقيناها من الأرصاد الجوية على أن هذه العاصفة قد تستمر لعدة أيام، لذلك يجب الحذر من أهلنا جميعا، يجب تحزين القيم ووضع أيضا سواتر حوالي الخيمة لكي يكونوا في مأمن، ولذلك فرقنا هي مستنفرة بشكل كبير إلى حد هذه اللحظة، ومستعدين لتلبية أي خدمة لأهلنا المدنيين. نعم،
إبراهيم، أعود إليك. بالنسبة للأماكن الأكثر تضرراً جراء هذه العاصفة التي ضربت المنطقة، حدثنا عن آلية التعامل مع هذه المناطق ومع الأهالي أيضاً، كيف يتم التعامل وهل هنالك استجابة من قبل السلطات المحلية وأيضاً المنظمات المعنية بالاستجابة، كيف يتم التعامل معهم؟ نعم، بالفعل ديما، يعني المناطق التي كانت الأكثر تضررا هي المناطق ذات الطبيعة الجغرافية المنخفضة، تحديدا منطقة سهل الروج في ريف إدلب الغربي، منطقة جسر الشغور بالقرب أيضا من منطقة معارض مصرين كفر يحمول، أيضا في منطقة أطمة. يعني هذه المناطق التي ذكرتها كانت هي الأكثر تجمع لمياه الأمطار والسيول، خاصة المناطق الغربية لمدينة إدلب. كانت هناك الانحلال المرتفع التي أيضا يعني الكميات المياه الكبيرة التي كانت يعني بالتوجه باتجاه هذه المناطق الجغرافية المنخفضة. تحديدا يعني كما قلت لك، الأهالي تعاملت مع هذا الأمر أنها خرجت يعني من هذه المخيمات، توجهت إلى أقرب مناطق يعني قريبة بالتعاون يعني مع فرق الدفاع المدني أو حتى مع المنظمات العاملة هنا في منطقة إدلب. بالنسبة لاستجابة يعني الجهات الحكومية، يعني حتى يعني حاولت يعني في اكثر من مخيم نرصد يعني عمليه استجابه، وجدناها في احد المخيمات تحديدا هو مخيم عدوان. طبعا تم توزيع او كانت هناك قافله يعني من قبل يعني احد المنظمات العامله هنا في منطقه ادلب، توجهت تقريبا حوالي 5 سيارات من الشحن توجهت باتجاه هذا المخيم. تم تعويض الاهالي ببعض الممتلكات الخاصه، تحدث عن البطانيات، عن الاسفنج، عن بعض الحاجيات يعني التي تتعلق يعني بالبيئه المعيشة، خاصة يعني نتحدث عن أن الأهالي في تلك المنطقة تحديدا منطقة سهل الروج يعني لم يستطيعوا إخراج أمتعتهم الخاصة بسبب يعني سرعة تشكل السيول التي أتت إلى تلك المنطقة. أيضا يعني خسارة الأهالي لم تكن فقط يعني في منطقة المخيمات، إنما هناك كان الكثير من انجراف التربة وقطع للطرقات. الطرقات التي سلكتها باتجاه تلك المنطقة كانت يعني صعبة جدا، يعني فرقة الدفاع المدني كنت أشاهده على طول هذا الطريق تحاول يعني فتح هذه الطرقات، تحاول إبعاد التربة المنجرفة يعني على هذه الطرقات في تلك المنطقة، إضافة إلى أن الآلاف يعني من الأمطار الزراعية أو الأراضي الزراعية أو الأنفاق البلاستيكية تحديدا شاهدتها كانت قد غمرتها المياه، وبالتالي هناك خسائر يعني كبيرة لحقت المزارعين. بالنسبة لهؤلاء حتى الآن لا يوجد هناك يعني دور حكومي بالنسبة لهذا الأمر، عمليات تعويض أو هل سيكون هناك بالفعل استجابة لهم في الأيام المقبلة، لكن هذا ما رصدناه يعني خلال جولتنا في تلك المنطقة التي كانت هي الأشد ضررا، منطقة سهل الروج أو منطقة ريف إدلب الغربي عموما ديما. نعم، شكرا جزيلا لك إبراهيم السويد على كل هذه التفاصيل، وكان معنا من مخيمات باريشة مراسل تلفزيون سوريا. أيضا الشكر موصول لهادي طاطين، كان معنا من جنديرس، وضيفي من إدلب أحمد يازجي عضو مجلس إدارة الدفاع المدني، شكرا جزيلا لكم. طفلة سورية مصابة بمرض نادر في مرسين تركيا، سنتوقف مع قصتها في ملف تالي.